النفس البشرية يجب أن تكون متوازنة بين خوف ورجاء، بين رغبة وبين رهبة. لذلك هناك أسماء وصفات ربانية تبعث بتلك الرهبة في قلوبنا: القهار، الجبار، العلي، الكبير، المنتقم. هذه تبعث بالخوف في نفوسنا، خوفا إيجابيا. خوف، هذا الخوف هو خوف موجه للسلوك وليس خوفا محبطا للسلوك والإنتاج. يجب أن نسقط على أنفسنا هذه الأسماء ولا نقول: والله أنا أحفظ أسماء الله الحسنى، أنا مؤمن بالله. نعم أنت مؤمن بالله، ولكن هل تشربت معاني الإيمان بالله؟ هل سلوك اليومي يقوده الإيمان بالله؟ هل أستشعر في كل يوم أنني مؤمن بالله؟ الكثير منا لا يستشعر. هناك وسيلة للاستشعار ولتحسين السلوك علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلمنا إياه الله سبحانه وتعالى في القرآن: أن نذكر الله سبحانه وتعالى في وقتين مميزين في اليوم والليلة. متى هما؟ قبل الشروق وقبل الغروب. أذكار الصباح وأذكار المساء. يصلي الإنسان صلاة الفجر ثم بعد ذلك هذه الأذكار بمثابة النية لأعمالي في اليوم، بمثابة النية وبمثابة تحقيق هذه النية وطلب التوجيه الرباني في ذلك اليوم وتحديد البوصلة لذلك اليوم لأعمالك وأقوالك في ذلك اليوم. هل تدرون أن علماء المتخصصون اليوم في مجال الاسترخاء والتفكر واليوغا المأخوذة من البوذية وغيرها، هم بعد تفكر طويل جدا آمنوا بهذه الفكرة، وبعد قرون وقرون من التأمل والتدبر والتفكر قالوا أن على الإنسان إن أراد أن يحقق نيته ويحولها إلى أفعال يجب أن يقوم بتأكيدها لسانيا، أن يخاطب نفسه بها في وقتين، وقت ماذا؟ حوالي الساعة الرابعة قبل الفجر أو الساعة الرابعة صباحا من كل يوم. هذه الفكرة تذكرنا بماذا؟ التعليم الرباني، أذكار الصباح. الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها في طبق من ذهب. الإنسان عندما تأمل على مدى قرون وصل إلى هذه النتيجة، والله سبحانه وتعالى أعطانا إياها على طبق من ذهب. إذن انظروا إلى كيفية توجيه الإيمان للسلوك.